في أجواء احتفالية بهجة افتتح مهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود في دورته الخامسة. هذا المهرجان يشكل فرصة للجمهور المغربي وزوار السعيدية للتعرف على فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب مشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. فعلا الدورة الخامسة متميزة بالنسبة لنا كمنظمين، لأن فعلا تتميز بأفلامها ببرمجتها، لأن الأفلام التي اخترناها هي أفلام قوية، أفلام تأتي من مهرجان كان وتأتي من مهرجان مراكش، يعني أفلام بصمت يعني وجودها بين الأفلام الكبيرة في العالم. إذن والتنوع وهو وجود 7 أفلام قصيرة و7 أفلام طويلة، المجموع 14 فيلم في 4 أيام، يعني هناك سينما بكثافة. وخلال هذا الاحتفال تم تقديم لجنة تحكيم هذه الدورة التي يرأسها وزير السياحة السابق الحسن حداد، إلى جانب المخرج إدريس المريني والمخرج خالد إبراهيمي والفنان التشكيلي عزيز أزغاي والناقد السينمائي عز الدين الوفي والسيناريست عبد الإله حمدوشي والصحفية نادية أبرام. صورت معه عدة أفلام. وتم أيضا في إطار هذا الاحتفال تكريم الممثل المتألق سعيد باي لما قدمه ولا زال يقدمه للسينما المغربية. مهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود سيعرف عرض أفلام مغربية وأجنبية ذات بعد كوني فني من المغرب وبعض البلدان الشقيقة من الجزائر وتونس ومصر وتركيا وفرنسا بالإضافة إلى المغرب، وذلك من 28 إلى 31 غشت الجاري.